بس عايزه نروح للاهلي سريعا قبل ما نروح للمونديال عشان نتكلم عن مباراه الاهلي وفيوتشر اللي انتهت اول امبارح زي ما حضراتكم كنتوا عارفين اكيد وتابعتوا بالتعادل ايجابي كان 1-1 بعد ما كنا وده اللي يزعل احنا كنا قريبين جدا من الفوز. اللي يزعلك ان انت لما بتبقى خلاص على بعد حاجه بسيطه وانك تحقق اللي انت عايزه وبعدين تيجي ما تفهمش ايه اللي حصل يعني احنا خلينا نبقى متفقين احنا لا احنا فوتنا في المكسب او فرطنا في المكسب بصراحه يعني مش عيب ابدا اننا نقول كده مش عيب ان انت تيجي وتصارح نفسك بالحقيقه انا بشوف بالعكس دي بدايه النجاح او دي اهم حاجه ان الواحد لما بيغلط لازم يقول لما يبقى بيتعثر لازم يقول لما بيبقى بيلعب مش بالمستوى بتاعه لازم يقول لما يبقى في مشكله ما احناش فاهمين لحد دلوقتي هتتحل امتى وهي تضيع الفرص اضاعه الفرص بجد لحد دلوقتي يا كريم بصراحه احنا بنعاني منها احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا مشكله في الفينال بتاعنا الفينش بتاع اللعب ويعني يمكن شفنا على الفترات اللي فاتت شويه تعديل في ده طبعا بفضل مارسيل كولر لكن لسه عندنا مشكله تضيع الفرص تبقى الفرصه قدامك واللعبه حلوه وفاضل خلاص ان انت تعمل الفينال بتاعها وبرده مش عارفه فيه ايه وبعد سيبك من الفينال بتضيع فرص تبقى الكوره انت المستحوذ عليها واللعب بتاعك وبرده تضيع الفرص فانا مش عارفه ايه القصه دي الصراحه ويعني على كل حال احنا الواحد لازم يتكلم علشان نقدر نشوف ايه اللي هيحصل كمان عندنا مباراه مهمه جدا يوم الثلاث مع فاركو اعتقدش ان هي هتقل اهميه ابدا عن مباراه فيوتشر ولازم ان احنا كمان ما نفقدش المرحله اللي جايه اي نقاط بقى خلاص طبعا. خلينا كمان نركز على نفسنا وزي ما احنا متعودين خلاص نتوي كمان الصفحة اللي فاتت يا كريم اللي حصل حصل مع فيوتشر طبعا لكن عندنا مباريات مهمة أتمنى أن ما يكونش في أي خسارة تانية لأن ده دلوقتي المطلوب بصراحة الحقيقة ما فيش مساحة أصلا لأن احنا يعني يبقى في نزيف للمزيد من النقاط احنا ده اللي حصل معنا الموسم اللي فات لو حضراتكم تفتكروا ويمكن مع فرق بعينها يمكن يعني زي ما بيتقال كده التاريخ بيعيد نفسه ولكن فكره ان احنا نفرط في اي نقطه دي فكره المفروض ما تكونش وارده وده اللي احنا شفناه الحقيقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني باستثناء اللقاء الاخير للنادي الاهلي لا كنا شايفين ان الدنيا ماشيه زي الفل اللعيبه ماشيه زي الفل وهم على فكره بالمناسبه الى هذه اللحظه ماشيين زي الفل ولكن شويه رفايع محتاجه تتظبط تاني ونرجع ونقول عشان ما نفقدش المزيد من النقاط حاجه كمان برده تعقيبا على مباراه فيوتشر الحقيقه لازم لعيبه الفريق يكون عندهم برضو الى حد ما شيء من المرونه في تقبل اي تعليقات من الجماهير سواء بشكل مباشر او من خلال السوشيال ميديا لان جمهور النادي الاهلي مرتبط بفريقه بشكل يمكن استثنائي طبيعي ان اي فريق في الدنيا بيبقى له محبين ومشجعين ومريدين الى اخره لكن جماهير النادي الاهلي ذات خصوصيه شديده ليها طبيعه خاصه وليها نظام خاص اللي يخرج بره نظامها بيزعلوا بطبيعه الحال يعني جمهور النادي الاهلي عايز الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على طول ناجح يعني مبدا الخساره عنده شبه مرفوض دي طبيعه جماهير يا جماعه